عايده رفيقتي بالمدرسه من الشام، بس ماني ما عم بعرف شو اللي جابها لهون. اكيد في سبب جابها لهون، مثل ما انت هون لسبب. بتعرفي شو غريب هاي الدنيا، خلينا نلتقى باشخاص كنا نتوقع ما حنلتقى فيهم ابدا، لا وكنا نفكر انه ما بنشبه بعضنا بشي، بس مهما اختلفنا الا ما يكون في تفاصيل نشبه بعضنا فيها. ماني فاهمينة عن شو عم تحكي، هلا هيدا اللي كنت بدك تقولي لها اياه؟ كان بدي اقول لها لون السما عم يفرق وغيوم مش عم تمرق والريح مش نسمة هوا احلى العمر عم يسرق قلوب الناس المنسية ضاعت منها الحنية مش رح يفرق معهن حدا بعيونن هي هي. بونسوار بونسوار. انت كيف لك جلاده تقعدي ورا الفيسبوك والايميل؟ حبيباتي هذا العالم الافتراضي اللي عم تنتقدوه انت وياها، هذا فضاء حر، بتحكوا اللي بدكم اياه، بتعملوا كل شيء فيه بدون اي خوف. مالك؟ ما عم صدق اني شفتك بعد كل هالمدة. ما بيقولوا لك جبل لجبل ما بيلتقى، بس بني آدم لبني آدم بيلتقى. يعني هلأ صرتي تشوفيني بني آدم؟ مو ضروري أنا شوف شوفك. يعني هلأ أنت مانك زعلانة مني مثل الأول؟ كمان مو ضروري أنا شو حاسة أو إذا كنت زعلانة ولا رضيانة. أحياناً بيكون في شغلات بتعني لنا بالحياة، بس مع الوقت بتبطل تعني لنا أي شيء. والله وصايرة عم تحكي بطريقة مختلفة، كنت مفكر بس شكلك هو اللي متغير علي. ما في حدا بيضل على حاله، أحياناً بنفكر إنه غلط أو عيب نبقى على حالنا، بس لما نتغير ونصير حدا تاني ونبطل نعرف حالنا. أنا ما بعرف ليش عم أحكي معك هيك، مع أنه الحكي ما له طعمة. أنا صرت رجال، والله العظيم صرت رجال، صار عندي شغلي الخاص وفتحت محل، يعني هلأ صرت بقدر أتزوج وأعمل عيلة، وصدقيني بطلت حركات الولدنة هي اللي بعادتك عني. أنت مفكر لحتى تصير رجال بيكفي أنك تكون مستقل ومعك مصاري؟ لا يا مالك، المصاري مو كل شيء. ليكني قدامك صار معي مصاري وكتير، بس يا ترى أنا فيني أقول عن حالي إني هلأ أنا صرت مستقلة؟ طبعا لا، عمر المصاري ما عملت استقلال. من لك المصاري؟ كيف هيك فجأة صرتي غنية؟ تكوني تزوجتي لك دلع؟ ما تزوجت وبعمري ما حاتزوج. انت احلى واحد بالشام بيتمنى اطفالك. بتعرفي انه انا بتمنى اني اتزوجك اليوم قبل بكره؟
تتزوجني؟ لمين؟ إلي أنا؟ مشان شو؟ إلي مشان شو؟ مشان تجيب بنت مثلي؟ ولا ولد مثلك؟ مالك، إذا مفكر حالك إنك صرت رجال فبتكون عم تضحك على حالك، لأنه لحتى تصير هيك بدك كتير، ولحتى تقدر تكون أب وزوج كمان بدك كتير. أنا هلأ بعرف إني ما كبرت، يمكن كوني كبرت من جوا على كتر اللي شفته وعشته، مع أنه كان بكتير من الأحيان اختياري، بس بعرف تمام المعرفة أنه أنا ما خلقت لأكون أم ولا حتى زوجة. طيب لوين رايحة؟ على القليلة خليني وصلك. طريقي غير طريقك، لا تحاول تكون الظل تبعي، لأني أنا حدا كتير بشع من جوا، وكل ما طلعت من عتمة عم فوت بعتمة. بس أنا يا دلع حابب أنه نضل عم نلتقى، يعني أنا كيف بدي شوفك؟ ما حابب هيك، خليها للصدفة. حتى الصدفة ما لازم تكون بيناتنا. الشغلة مو أنه نحب ونتزوج ونجيب أولاد، الشغلة أنه نحب الشخص الصح وبالطريقة الصح، ولما نكبر نتزوج ونحس حالنا أنه شبعنا حب، لحتى نمنح هذا الحب لأولادنا. بتعرف ليش؟ اللي بتعرف ليش؟ مشان ما يصيروا مثلي.